صرخة رجل مغربي تجاه وزير العدل. توم بريس، سلام الله عليكم. في فيديو جديد تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول احتجاجات في المغرب الثلاثاء الماضي، ذلك اذ خرج فيه مغاربيون يطالبون الوزير بفتح تحقيق بعد قضية اشعلت جدلا في البلاد، ما اسفر عن رفض تلك المطالب عن طريق وزير العدل المسؤول الحكومي الذي دافع عنه. واتهم المحتجون الوزير الفريق المسؤول عن الامتحانات بالمحسوبية وبعدم مصداقية نتائج الامتحان الذي سجل نجاح 2081 شخص من بين حوالي 70,000 بممارسة الإقصاء الطبقي الاجتماعي. ذلك لم يكتفي المحتجون الغاضبون بالأمر، حيث أثير الجدل في القضية على مواقع التواصل الاجتماعي ودشنت وسوم حولها. بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، فإن معظم المعلقين تحدثوا عن محسوبيات وصلت حد رفع وسم امتحان المحاباة نسبة إلى ذلك. قريتهم في موريال؟ لا، قريتهم في موريال بزعطة. انت كتفتخر براسك، راك لاباس عليك. الناس راه كيدوزوا كيقراو في الكليات ديال الحقوق وكيقراو في الكليات الاداب، ما عندهمش حتى 160 ديال الطوبيس، ما كيلقاوش حتى ما ياكلوا. السيد الوزير المحترم، كل ما كانش صاحب الجلاله والله منكم تتلقاو طوارد الزبل كيتباعوا. منين عندنا مسؤولين بحالك وبحال غيرك؟ جيتي من واحد المنطقه نائيه في المغرب وتكونتي في منطقة اللي هي كبيرة في المغرب، هي الرباط اللي قبلت عليك وجابتك ورباتك وخلاتك رجل اللي وليتي اللي هما كتعاني المغربيات والمغاربة. والسيد هم الوزير، سير صدق له حشم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.